المواطن اللي خصو يعاه الظاهره ديال النقل السري يعني كيتحاربها كيحارب المواطن اولا ما خصوش يركب معاه لان انت واحد السياره مجهوله ما عندها لا ارقام ما عرفتيها واش عندها لا صوره واش عندها ضريبه واش داك الشي فور ما مبحوث عنه ولا فحم واش ماشي في الوعي ديالو يعني اذا اصبح السائق المهني هو محتار واش استمر في العمل في سيارات الاجره او لا ينزل سيارات الاجره ويمشي يقلب حتى هو يرجع كخطاف علاش حنا كنخلصوا الواجبات الدوله مفروض على الدوله تحمينا وتحمي الممتلكات ديالنا والارزاق ديالنا المازوط وصل 10 دراهم و50 ما عرفناش فين باقي ماشي يزيد وحنا ما كنقدروش نزيدوا على المواطن وللامر خصو يتدخل بكل قوه ويشوف لنا هذه المشكله حتى في ساحه الروداني هناك النقل السري في محطه القطار تي جي في هناك النقل السري في في كل اتجاه اذا السلام ورحمة الله، أولا كنشكروا الصحافة ديال طنجاوي على المواكبة ديال هذا الوقفة الاحتجاجية اللي كتقوم الآن حدا المحطة الطرقية الجديدة، للهدف منها هو استنكار الأعمال النقل السري اللي اكتسح المدينة، وهذه لابليكاسيون ديال درايفر اللي ما عرفناهاش كيفاش نزلت علينا في هذه المدينة الشريفة، اللي كتقيس القوت اليومي ديال السائق المهني بصفة عامة، وبدينا كنستنكروها، شعرنا السلطات، عملنا اجتماع مع مسؤولين كبارين في المدينة في الأمن، ولكن توعدوا بوعود اللي قالوا بأنهم غيواكبوا وغيخصوا رجال الأمن خاصة باش وقفوا امام المارشي وفي عده محطات في محطه القطار ولكن كانت عابر السبيل كانت واحد اربع ايام فعلا وقاموا بواحد المجهودات دخلوا بعض السيارات الفوريان ولكن ما كانتش كافيه لهذا قمنا بهذه الوقفه الثانيه السنكاريه باش نشعروهم بخطوره الوضع هذه من جهه ولكن كاين مشكل اخر اللي كيشكل خطوره على السائق المهني حاليا هو المحروقات والزياده اللي يعني ما غير مبرره لان دابا كنشوفوا المازوط وصل 10 دراهم و50 ما عرفناش فين باقي ماشي يزيد وحنا ما كنقدروش نزيدوا على المواطن ما يمكنش تزيد درهم على المواطن غتنوض روينه ملي كتجي تهضر على المحروقات كيقول لك هذا مطلب وطني اذا خص المغرب كامل يخرج المغرب كامل خصو يعمل وقفه احتجاجيه باش يتلبى الطلب هنايا لما مع من غتهضر على المحروقات ما كاين حتى شي واحد غتمشي عند اعلى سلطه هنايا اللي عندنا في المدينه هو الوالي سعاده الوالي ما عنده ما يعملنا في قضيه المحروقات بالحق في هذا المشكل هذا النقل السري ولي الامر خصو يتدخل بكل قوه ويشوف لنا هذا المشكل هذا باش نقدروا نواكبوا ونقدروا نخدموا في واحد الاريحيه هو المواطن اللي خصو يعاه الظاهره النقل السري يعني كيتحاربها كيحارب المواطن اولا ما خصوش يركب معاه لان انت واحد السياره مجهوله ما عندها لا ارقام ما عرفتيها واش عندها لا صوره واش عندها ضريبه واش داك الشي فور ما مبحوث عنه ولا فحم واش ماشي في الوعي ديالو ما كتعرفوش اما الطاكسي راه كتعرف النمره ديالو حتى الا ضاعت لك شي حاجه كتعرف فين كاين وكاين فين تشكى به والمسائل اللي عنده مضبوطه ولكن حتى المواطن الله يهديه ما بعض المرات يعني حتى هو كيكون مضطر ما كيجبرش ما كيبغيش يصبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية للإخوان ديال السائقين المهنيين اللي نباو النداء ديال الوقفة حقيقة هي وقفة رمزية واحتجاجية في نفس الوقت وتحية للقناة ديال طنجاوي كنشكرهم على الحضور ديالهم معنا لأن من خلالهم كيمكننا نوصلوا الصوت ديالنا للمسؤولين في هذه المدينة أولا الوقفة جات حقيقة هذه الوقفة جات فيما يخص هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة خطيرة ظاهرة ديال الخطافة وديال الخطافة بنوعين كاين الخطاف اللي كنعرفوه هو خطاف تقليدي النقل السري وكاين الان الخطافه اللي هما مغلفين باسم الشركات الوهميه اللي كيشتغلوا بالابليكاسيون وكاين الاشهار ديالهم اللي هو معلق في البانوات داخل المدينه وهذا هو حقيقه اللي ثار الاستغراب ديالنا لان لما كنسالوا المسؤولين واش بالفعل كاينين شركات اللي مرخص لهم وعندهم طريقه وسائل قانونيه ديال الاشتغال كيقولوا لنا ما حنا ما رخصنا حتى شي شركه بما ان كنشوفوا في نفس الوقت كل اشهار ديالهم في البانوات داخل المدينه اذا هنا سؤال موجه للمسؤولين والمعنيين بالامر هذه من جهه من جهه ثانيه يعني حنا كسائقين مهنيين عانينا الامرين في ظرف هذه الجائحه حقيقه والكل كيعرف الطريقه اللي كان كيشتغل بها السائق المهني سواء في هذه المدينه او ربوع هذا الوطن الحبيب لان الوقت كان محدود والدخل كان هزيل وهزيل جدا خرجنا من الجائحه والحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى اللي رفع علينا هذا الوباء عادت الامور الى ما كانت عليه في السابق لكن تفاجئنا بالارتفاع الصاروخي ديال المحروقات والارتفاع ايضا ديال الروسيتا الدخل اليومي ثم ايضا المنافسه الشديده من طرف هؤلاء اللي ذكرت الاسماء ديالهم هذه الشركات الوهميه ولا هذا النقل السري اللي كينافسنا في القوت اليومي ديالنا، يعني اصبح السائق المهني هو محتار واش استمر
في العمل في سيارات الاجره، اولا ينزل سيارات الاجره ويمشي يقلب حتى هو يرجع كخطاف ويرجع كيشتغل في النقل السري، لان ما تابعه لا روسيتا ما تابعه ما تابعوا لا راسورانس ولا شي حاجه من هذا القبيل. اذا الرساله اللي باغي نوصلها من خلالكم من خلال قناه طنجاوي الى المسؤولين، وان كنطلبوا من المسؤولين الامنيين انهم يزيدوا يكتفوا من المجهودات ديالهم لمساعدتنا في محاربه هذه الافه وهذه الظاهره، لانها كتسيء لهذه المدينه. ثم ايضا هذه البؤر ديال النقل السري اللي هي معروفه يعني في كل الاحياء وفي كل الاماكن الحساسه، حتى في ساحه الروداني هناك النقل السري، في محطه القطار تيجي في هناك النقل السري، في كل اتجاه. اذا نطالب من المسؤولين الامنيين، ولما كنقول نطالب المسؤولين الامنيين ماشي معنى ان الامن ما كيعملش الخدمه ديالو، بالعكس كيعمل الخدمه ديالو، ولكن كنطلبوا منه انه يزيد، لان هذه الافه كثرت وهي موجوده للجميع، وحتى الامن ايضا هو كيلمسها وكيشوفها، وبحكم عدد السيارات اللي تم يعني ادخالهم الى المحجز فهذا دليل على ما نقول. غنوصلوا لواحد الحاله غنقدروا نعتصموا غنوقفوا هاد القزادر اولا السيارات وعادي ننزلوا السوارد ديالنا ما نزيدوش نخدموا. دابا احنا حاليا راه ضرينا في القوز ديالنا من ناحيه هاد الناس كيديونا رزقنا، زائد غلاء الاسعار، زائد هاد الجائحه يعني اثرت علينا، زائد الريسيتا، زائد مشاكل اخرى. يعني احنا كنطلبوا من المسؤولين يتحركوا معنا في هذا المجال، اضعف الايمان تكون الخدمه يعني الرزق ديالنا اللي موجود في الساحه ما يديوهاش ناس اخرين. علاش حنا كنخلصوا الواجبات الدوله، مفروض على الدوله تحمينا وتحمي الممتلكات ديالنا والارزاق ديالنا. لا دابا هذه وقفه اولى انذاريه، ولكن عتكون متبوعه بعده وقفات في عدد كبير يعني من المحطات اللي كتوفر فيها بؤر ضد النقل السري. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.